نذهب إلى مخيم بلاطة حيث مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، وصلت إلى مخيم بلاطة، كيف تبدو الأوضاع هناك؟ هل انسحبت تماما قوات الاحتلال من داخل المخيم؟ نعم سونيا، انتهت العملية العسكرية في داخل مخيم بلاطة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس حيث نتواجد، ولكن نحن الآن في المنزل الرئيس الذي استهدفته قوات الاحتلال الخاصة التي حاصرت هذا المنزل وأدى إطلاق القنابل إلى إحراق هذا المنزل كما نشاهد في هذه الصورة. هناك دمار كبير وحريق اشتعل وامتد إلى هذا المنزل، وخراب أيضا امتد إلى المناطق الأخرى كما نلاحظ في الصورة. سونيا، يبدو أن جيش الاحتلال عندما اقتحم هذا الموقع في البداية قام بإطلاق صاروخ إنيرجا مضاد للدروع لداخل هذا المنزل، كما نحن الآن ننتقل من غرفة إلى أخرى في هذا المنزل. كيف أحرق؟ لأن واضح جدا الكمية الأثاث التي هي أصلا قابلة للاشتعال. تلاحظ كمية الخراب والدمار. قبل قليل فقط، وما زالت المياه واضحة على الأرض، قبل قليل فقط استطاع الأهالي هنا في مخيم بلاطة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس أن يقوموا بإطفاء هذا الحريق في هذا الموقع، وما زلنا نشتم أيضا الحريق الذي يعني يلاحظ بشكل واضح في هذا الموقع. يبدو أن جيش الاحتلال كان يستهدف مجموعة من المقاومين المسلحين في هذا الموقع، كما قال إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحاول أن تصل إليهم. محاصرة من قبل هذا المنزل قوات الاحتلال الخاصة هنا في هذا الموقع، واستهدفت هذه النقطة تحديدا. سنتحدث مع احد شهود العيان في هذا المخيم الذي يعني يبدو ان هناك عمليا يعني كيفيه ما الذي حصل معهم في خلال هذا الاقتحام. طبعا انت الان احد جيران المنزل هنا، ما الذي حصل تحديدا؟ اللي حصل على 8 وربع نتفاجئ بقوات خاصه دخلت على المخيم بدخولها للحاره، فبعد وقت استدعت المؤازره من قوات الاحتلال الاسرائيلي واعتلوا اسطح المنازل القناصات، فكان محاصر العدد من الشباب في هذا المنزل ويصرخ عليه اطلع اطلع. فالسبب اللي حرق هذا المنزل ضربوا عليه صاروخ انيرجا. طيب لم يكن الاقتحام فقط هنا في هذا الموقع تحديدا او هذه الشقه السكنيه، لاحظنا خراب ودمار في المناطق المجاوره. نعم صحيح، هو الاقتحام لمخيم بلاطه جميعا، فكان معظم من المسلحين في هذا المنزل. طيب يعني جيش الاحتلال يقول ان عملياته العسكريه فشلت هنا، انت يعني حسب ما لاحظتم ان المستهدفين او الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال هل هم من داخل هذا المنزل ام في الاشتباكات المسلحه خارج المخيم؟ لا، في الاشتباكات المسلحه خارج المنزل. الإصابات التي خرجت من هذا الموقع هل هناك إصابة؟ منزل برضو يعني في السوق كانت المواجهة، فكانوا هنا يحاشر عدد من الشباب وينادى عليه اطلع اطلع، فتم إطلاق قنبلة أن يرجع عليه وتم إحراق المنزل بشكل كامل. شكرا، شكرا لك، الحمد لله على سلامتكم. إذا نلاحظ سونيا كمية الخراب في هذا الموقع وكمية الحريق أيضا. جيش الاحتلال طبعا نحن نتحدث عن مخيم، فالموقع الجغرافي لأي مخيم فلسطيني دائما ما نتحدث عن أزقة ضيقة وبيوت متلاصقة، لذلك يبدو أن جيش الاحتلال حاول الوصول إلى مسلحين مقاومين فلسطينيين موجودين في هذا المنزل. طبعا هذا المنزل هو منزل شهيد أصلا، وبالتالي تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا هو بهدف الوصول لهؤلاء المسلحين في هذا الموقع تحديدا. العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال لأكثر من ساعة في داخل مخيم بلاطة أنت نتج عنها شهيدين في اشتباكات مسلحة كانت في محيط هذا الموقع بعد أن كشف المقاومون الفلسطينيون وإطلاق الصاروخ الإنيرجا وكذلك سماع صوت إطلاق الرصاص. اندلعت اشتباكات مسلحة كبيرة هنا في هذا المخيم، أدى ذلك إلى سقوط شهيدين وكذلك أيضا أكثر من 80 إصابة كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المخيم يستهدفه جيش الاحتلال لأنه أيضا قريب من منطقة مقام يوسف التي تقع في منطقة بلاطة البلد القريبة من هذا الموقع. مقام يوسف طبعا يقتحمه المستوطنون، وقبل ذلك يقوم جيش الاحتلال بالاقتحام لهذا المخيم وهو يعرف تماما الجغرافيا في هذا الموقع، وتتعرض بالعادة قوات وكذلك المستوطنين المقتحمين لعمليات إطلاق نار. هذه عملية عسكرية جديدة نفذها جيش الاحتلال هنا. نعم. كما هي العادة أيضا سونيا في هذا السياق يقوم جيش الاحتلال في البداية بدفع بقوات خاصة، ومن ثم بعد ذلك يدفع بتعزيزات عسكرية وتندلع اشتباكات مسلحة، وهو ما حصل بالفعل
في هذا الموقع ونلاحظ أثر الحريق الذي أطفئ قبل قليل من قبل المواطنين الفلسطينيين هنا. شهيدان، نعم. أكثر من 80 إصابة وإحراق منازل وتخريب محتويات هذه المنازل كما نلاحظ في مخيم بلاطة شرق نابلس سوريا. طيب فادي ابقى معنا، سنعود لك بعد قليل.